ازيكم؟ كنت انا عملت فيديو من حوالي سنة بتكلم فيه على الفرق بين زيادة المعرفة وتطور الوعي، وناس كتيرة دايما بتسألني طب ازاي الواحد وعيه يزيد؟ وده سؤال مهم جدا، وعلى في اعتقادي الشخصي يعني اكتر 3 حاجات بتخلي الوعي يزيد. اول حاجة ان انا امر بتجارب او امر بمشاكل في الحياة، عشان كده المشاكل بتاعت الحياة مهمة قوي ليا عشان وعي يزيد لو انا اخترت ان انا اتعامل معاه بشكل مناسب. الحاجة التانية ان انا اكون في صحبة ناس وعيهم عالي، ده حاجة بتفرق جدا وده بتخلي الوعي بتاعي يزيد مع الوقت. والحاجة التالتة المديتيشن او التأمل. على حد علمي هم دول اكتر 3 حاجات ممكن يخلوا الوعي بتاع الشخص يزيد.